عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل مكان صباح الخير عليكم، إن شاء الله طيبين وسالمين، وأهالينا في كل السودان سالمين يا رب. نتمنى السلام يعم هذه البلد الحبيب في كل شبر منه، في كل بقعة منه، نتمناه سلام دائم لينا والأجيال القادمة، فرض تعيش حياة أفضل، حياة فيها رخاء وفيها أمن وفيها سلام يا رب. ده تقريبا محور حلقتنا لليوم ده اللي حنتكلم فيه، السلام السلام ثم السلام. نفس الكنترول نجيكم راجعين. تعالوا نقعدوا تحت شدراي نسوي جودية نسيل شوكا، تعالوا نقعدوا تحت شجراي نسوي جودية نسيل شوكا. الحريق طالنا والسلام هسه يغشانا، الحريق طالنا والسلام هسه يغشانا. العزيمة في وحدتنا والهزيمة في فرقتنا، العزيمة في وحدتنا والهزيمة في فرقتنا. الحريق مجنونة الكتاب والله ملعونة، الحرك مجنونة في الكتاب والله ملعونة. الشيء يمشي في نفسه مستعين اسمع أفرادي، تعالوا نقعدوا تحت شجراي نسوي جودية نسيل شوكاي. تحية في كل مكان لكل من التحق بنا الآن. نعتذر للتأخير كم دقيقة منه ما بدينا في موعدنا للظروف، لكن حنواصل مشوارنا مع بعض. زي ما قلت قبل شوية، السلام حيكون المحور الأساسي في الحلقة دي، والسلام ذاته عاوزين نربطه بالفنون، ولأتحد الفنون ممكن تكون سبب مباشر وتكون داعم أساسي للسلام. أنا سعيد وفخور جدا بأنه يكون معي في الاستوديو الليلة أستاذي وأستاذنا أستاذ عادل الحربي، المخرج المسرحي والإذاعي والتلفزيون المعروف والعميد السابق لكلية الموسيقى والدراما. أهلا بك وصباح الخير عليك معنا الليلة في صباح الشروق. وأنا سعيد وأهلا وسهلا. وفي البدء يعني دائما يعني مفترض علينا أنه نترحم على شهداء هذه الثورة، شهداء الذين علمونا معاني الوطن ومعاني الإحساس بالوطن، لهم الرحمة، لهم الرحمة والغفرة. والله يعني قبل ما نبدأ الكلام عن السلام وعن الفنون، افترض نبدأ عن الكلام في الثقافة. نعم. لأنه الثقافة هي المحور الأساسي اللي هو محتاج للناس يقيفوا فيه وقفة. نعم. كبيرة جدا. نحن حقيقة يعني هنا في السودان اي نعم نمتلك تنوع ثقافي. التنوع الثقافي الموجود في السودان ده برضه بجرجر في ازياله. نعم. مشكلات. لانه نحن عندنا ثقافات اثنيه منقلقه، وثقافات مندمجه، وثقافات متمازيه، وثقافات متنوعه. نعم. ده كله قد يكون مرتبط بالفنون. ومش بالفنون بس، مرتبط بالسلوك الانساني، مرتبط بحاجه الانسان للفعل السلوك اليومي. وبالتالي السلوك ده بيدخل في إطار مهم جدا هو الحياة. فأنا بفتكر إنه نتكلم عن الفنون نتكلم عن الثقافة. شنو الثقافة؟ يعني أول ما نقول الجملة دي شنو يعني ثقافة؟ ثقافة معناها جماع الحياة والعقل والسلوك الإنساني. نعم. بكل اتجاهاته. من فنون، طقوس. نعم. فعل اجتماعي. تحضر مدنية، فكر، أي حاجة. نعم. داخلها في الثقافة. لأنه في ناس ممكن يكونوا مفهوم الثقافة عندهم هو الشخص القارئ. لا، هو عنده معلومة، جزء بسيط جدا ويسير جدا من الثقافة. نعم. لكن الحياة اليومية هي ثقافة. ثقافة. الأكل، لبسك، شرابك، خصوصيتك. نعم. كلامك. وبالتالي نحن بنعاين للسودان بعين وازعة. نعم. هتكتشف انه
السودان مليء بثقافات كثيرة، عشان كده مفترض يكون من أجمل بلاد العالم، وما مفروض يكون فيه حروب وما يكون فيه مشاكل، لأنه التمازج بتاع الثقافات ده صحيح خطير جدا. نعم. ومؤثر جدا، ممكن يكون مصدر قوة، قوة ومصدر بتاع يعني، يعني أنت عارف الثقافة ممكن مش قوة بس إنتاج كمان، ومصدر بتاع يعني يعني تواصل مع العالم الآخر. نعم. بسهولة جدا، ما أنت أساسا منفتح للعالم. نعم. لأنك أنت مثقف، لأنك أنت ثقافي، لأنه أنت ثقافتك. فنحن يعني عايشين أزمة حقيقة في السودان، إنه الثقافة متأخرة من السياسة. نعم. بس دي الأزمة، وطول الموضوع ده طول في السودان بمناسبة، السياسة طوال متقدم على المثقف والفنان. السبب يعني السبب هم السياسيين. يعني السياسي ما قاعد يعاين للثقافة خالص. نعم. ممكن يعاين للثقافة إنه عنده برنامج يعمله له، ودي الأزمة هنا. لكن أساسا الثقافة في مفهوم العميق ما موجود. وبالتالي نحن بنلاحظ إنه في السودان في بعض الإثنيات منقلقة خالص. صحيح. من الثقافة الثانية. نعم. فأي ثقافة إثنية بتلقاها أضعف من الثقافة المتمازية المندمجة. نعم. يعني أساسا لما تعاين لمدرمان أو تعاين للمدن اللي فيها ثقافات متداخلة ما بتلقى فيها مشاكل. صحيح. ما بتلقى فيها إشكالات خالص. صحيح. المدن العمالية بشكل عام. المدن يعني العمالية. نعم. المدن المتمازية فيها كل العناصر، كل العرقيات والإثنيات وبعدين بالمناسبة لاحظ إنه يعني يعني مثلاً ثقافة إثنية تلقى إيقاع واحد أو إيقاعين، تلقى لبسة كلها يعني حاجة محددة. نعم. لكن الثقافة المندمجة تلقاها أوسع، يعني حتى الزي بتاعها بيكون عنده تنوع. الإيقاعات تلقى بتعامل مثلا تلقى في منطقة زي مدرمان تدق الدليب بطوال تنفعل معه، تعمل التمتم، تعمل سيرة، تعمل الكرنج، تعمل أي حاجة، تلقاهم كلهم قاعدين مندمجين ومصاهرين. نعم. فأنا بتقبل كل أنواع الإيقاعات دي، وبتقبل كل أنواع الثقافات دي. وبالتالي نحن مفترض نراجع الفكرة بتاعت الثقافة، ونراجع شكل علاقتنا احنا كناس ثقافيين في شكل علاقتنا مع السياسيين. وانه يفهموا السياسيين ديل بانه اغلبيه المشكلات واقعه في انهم هم بيشتغلوا سياسه بدون ثقافه. دي الازمه هنا. ازمه حقيقيه. مرات تحس بانه بيتم تهميش الثقافه عن قصد كده. يعني قصد ولا عدم وعي يعني. اها. ممكن يكون عدم الوعي. ما انت الليله دي لما يكون في وعي ثقافي هتلاقي نفسك انت اوتوماتيكلي اتجريت. نعم. سياسيا ورا ورا مفاهيم ثقافيه بتخليك تحل لك كثير من المشكلات. نعم. يعني انا احكي لك يعني دي من الحكاوي القديمه. انه كان في قبيلتين مشاكلات. نعم. وكله رفعوا الحراب بتاعتهم ورفعوا خلاص دايرين يتحاربوا. نعم. فراي العجوز كده قاعد قال لها قبيلتين دول دايرين يحلوا مشكلتهم، قال لهم دقوا لهم نجاره. يا سلام. دقوا النجاره ديل بدوا يرقصوا بيها جاي. وديل بدوا يرقصوا بيها جاي. بعد شويه النجار الايقاع الواحد ده درقص فيه بطريقته. ودرقص فيه بطريقته، لكن في النهايه بقى ايقاع واحد، بقت رقصه واحده، بقت نسوا الفكره بتاعت الحرب. يا سلام. اذا لمتهم الفنون. اذا زي ما انت لما تتكلم عن السلم الاجتماعي بتلقى الفنون عندها دور اساسي في السلم الاجتماعي. ودور هام جدا ومؤثر. ما وظفناه. ولا 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 ما قادر نوظفه، لانه اساسا الثقافه مرتبطه مع علوم. علم الاجتماع، علم النفس، علم الانثروبولوجيا الثقافيه، علم يعني بتلقى الطقوس كلها داخله، علم الموسيقى، علم الفن التشكيلي، علم الدراما، علم المسرح، علم علم الصناعات اليدويه، علم الصناعات، يعني كل العلوم كلها بالمناسبه كلها داخله في اطار الثقافه. وبالتالي تخيل انه هذه المساحه الواسعه من السلوكيات ومن المفاهيم ومن الابداعات كلها تبقى تحت اطار فكره واحده. نعم. اذا لما نحن نخلق لها دور حيكون دور ايجابي ومؤثر. نعم. هل يمكن اداره الثقافه؟ يعني بالحجم التنوع اللي عندنا ده. اي لكن ادارتها هل من المتناول انه تتم ادارتها بسهوله جدا لو الساسه فهموا انه كيف يديروا الثقافه. او يساهموا في انه
الناس الثقافه يديروا ثقافتهم وتبقى في استراتيجيه واضحه بتاعت بحوث ودراسات وشغل على 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 على, على المشكلات شغل على الاشكالات بتاعت المحيط الاجتماعي والبنيات الاجتماعيه والتاكل الاجتماعي الحاصل. نعم. ما هو في النهايه دي كلها مشكلات سهل ان نحلها ثقافيا ما صحيح. سياسيا صحيح. لانه السياسي بيفكر بعقليه بتاعت فن الممكن. مم. والثقافي بيفكر في فن في مش بفن بس بفن وبفكره الفكره بتاعت تغيير. مم. لانه الثقافه مرتبطه بالتغيير. صحيح. يعني السياسي ممكن يكون ما عنده علاقه بفهم التغيير زي ما يفهمه الثقافي. التغيير ما بيجي من فراغ، بيجي انك انت بتكون في ثقافه اندمجت مع ثقافه او انتمازجت مع ثقافه. بيكون حصل شنو؟ حصل اكتساب. صحيح. صح. اكتساب ثقافه بيجاي وثقافه بيجاي اكتسبت، حصل الطفره، حصل تراكم. بالتالي بيبقى في تغيير جديد للبنيه الاجتماعيه، تغيير جديد للتفكير التفكير الاجتماعي، حتى الفكر ذاته. حتى ذاتك لو بقيت مفكر وحصل تحولات ثقافيه انت تفكيرك حيتجدد. صحيح. اذا فكره التغيير دي ما موجوده في الا في الفنون وفي الثقافه. ما يعني السياسه لو عايز يغير بدون ثقافه حيبقى بيكون بينفخ في 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 الهواء ساي. نعم. الطبيعي انه يكون الثقافي متقدم على السياسي، ده الطبيعي. بالطبيعي ده الطبيعي. ده الطبيعي المفروض يحصل. هو في العالم كده تقريبا، العالم كله كده. يعني السياسي بيعتمد على يعني انت لو لاحظت هسه كل الرؤساء والساسه والهناي في العالم كلهم بتلقى حوله الثقافيين والمبدعين والمفكرين هم اللي حوله. اللي هم وبعدين انت اللي لازم ممكن تعمل اي مشروع بتاع انتاج بدون ثقافه. نعم صحيح. ما ممكن تعمل اي يعني اسل تفتكر انه الانتاج ده في اي بلد بيبقى بدون فن؟ ما بيبقى. صعب صعب. ممكن يكون يا استاذ عادل لانه لغه الفنون بشكل عام هي اسهل واقرب للكل. لغه الفنون لانها اوبن مفتوحه وسهله توصيل المعنى. نعم. يعني انت الليله هسه في معاني ممكن توصلها بالرمز وبالفن وبالموسيقى وبالدراما. السياسي لو قعد في ندوه 20 سنه. نعم. عشان يوصل منها مفرده واحده ما حيقدر يوصل. ما يستطيع. لا يستطيع. عشان كده انتم مخيفين. ايوه. مش مخيفين. السياسي بخاف. هو ازمتنا احنا في السودان ما في وضع استراتيجي ثقافي. ودائما اقول لك حاجه يعني لاحظ الثورات في العالم كلها. احنا بدأ من الثوره الفرنسيه. لو ما كان في عصر التنوير. الثوره الفرنسيه عصر التنوير. صحيح. لو ما ناس جاك جان روسو وفولتير وعمل العقد الاجتماعي. صحيح. يتكلم عن الحريات ويتكلم عن عن قضايا المشكلات الاجتماعيه ما كان حصلت الثوره الفرنسيه. صحيح. وبتلقى في بعض الثورات بتمشي معاها زي الصينيين مثلا ماو تي تونغ بيقول لك الثوره الثقافيه ماشيه مع الثوره بتاعته. بتلقى في الثوره تجي وفي وعندها مفهوم ثقافي مربوط بالفكر الثوري ذاته عشان كده تبقى في ثوره ثقافيه مواكبه. فانت لما تكون سياسي وما عندك مشروع ثقافي بيبقى زي كانه انت بتجرب في نعم. في حته فاضيه كده. لا تصدق معاك الالوان ولا تصدق. مرات تحس بانه الكلام اللي بتقول فيه انت يا استاذ عادل ده بديهي، يعني مفترض يكونوا فاهمينه. هو 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 يعني مش انا ما عارف انا ما داير اتكلم بعقليه التقليل. يعني ما هو الزول السياسي ده يفترض يكون زول مفكر هو ذاته. صحيح. يكون عنده ارتباط بالفنون. يكون عنده وعي ثقافي عشان لما نبتدي يفكر عشان يغير مجتمع ولا يغير حتى تغير بلد ذاته. لو ما بيكون عندك صحيح ما حد غير. نعم. لأن الثقافة أساسا في حركتها عبر الزمن والتراكم والاكتساب والتراكم بتعمل تغيير زي الكون ده لما يتحرك كده الأشياء بتتحرك معه بتتغير أوتوماتيكلي. نعم. تلقائية. لكن السياسي ما ما ما, ما بيحرك الفكر الانساني تلغائي. بيحركوا عن قصد وعن صناعه. صحيح. صناعه حاجات. فدي ده الخلاف. لكن الصناعه الثقافه بتغير. يعني انت الليله هسه لما تعمل قطعه موسيقيه وفجاه كده انا ما من المنطقه دي لكن اقوم اندمج معاه. نعم. بعد شويه انت حتكون شربتها في قاع المنطقه دي. صحيح. صح؟
بتبقى خشت في الخلايا بتاعت ال... طبعاً. بتاعت جسمك وعقلك وكده. بعد شوية لما تكررها مرة مرتين تلقى نفسك انت الثقافة دي دخلت لك وتبدأ بعد أسيرياً تبدأ بعد تبحث عنها وتبقى لك جزء منك وتبحث عنها وتبقى انت ذاتك ماشي للجهة الثانية اللي هي تمتلك الثقافة دي تتعامل معها. نعم. ممكن تتزوج منها. صحيح. تبقى يعني كده. نعم. وفي السودان حصل. حصل. أنا من أقول لكم درمان وأقول لك مثلا المدن الكبيرة الأبيض مدني بورت السودان المدن عطبرة ما فيها نعم فيها تنوع ثقافي وفيها ثقافة متنوعة. أي ثقافات إثنية اختلطت مع بعض واندمجت مع بعض خلقت ثقافات جديدة. صحيح. يعني نتاج جديد بتاع مكونات بتاع تكوينات. كويس. فالنتاج الجديد ده شارب من هنا وشارب من هنا حتى لو هو من إثنيتين مختلفتين هيكون اندمجت من صهرت واتت بثقافة جديدة اسمها الثقافة المتنوعة لانه نعم. وحدات الثقافة دي وحدات الثقافة دي تركبت جابت وحدات جديدة. نعم. فاللعبة لعبة الثقافة هي فن وإدراك وفعل وعلم وتخطيط وممارسة. نعم. هل يمكن الاستثمار فيها؟ بص العالم كله مستثمر في الثقافة يستثمر في شو؟ نعم. انت الناس لما تعمل لك قصيصة يابانية تمشي تبيعها بآلاف الدولارات ده ما استثمار؟ طبعا. لما احنا الكابدول بتاعنا ده في لما لو انت عملته بي 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 وعملت فيه شغل وبيعت ممكن ما انتاج انتاج استثماري. صحيح. لاحظ بلد زي السودان ثقافات العريقه والمتنوعه وال... صحيح. مرتبطه بتاريخ نعم. قديم نعم. فخار بأس. في فخار فرعوني فخار بيتباع بملايين الدولارات يعني وكل ما يتم اكتشافه. فاذا دوره الحياه نفسها عندها الدوره الثقافيه دي يعني دوره الحياه تلقى الدوره الثقافيه معها لانه متحركة معها مع التاريخ مع الاكتساب هي تلقى هذه الثقافة ذاتها. نعم. بس القاعدة بتاعتنا نتكلم فيها دي شكل من اشكال الثقافة السودانية يعني. نعم. زي جلسة سودانية. صحيح. فحصل تعايش. وما مش هو يعني أنا في مصطلحات كده ما مرات بفتكر انها مصطلحات بتي تلقائية كده. يعني ثقافة السلام، التعايش، السلمي ما بعرف لكن في النهاية احنا كنا نتكلم ببساطة شديدة جدا. انت عنصر مختلف وانا عنصر مختلف انت نعم. ثقافه مختلفه وانا ثقافه مختلفه لكن احنا في وطن واحد. بعد ذاك بدينا نتحاور مع بعض نتفاكر مع بعض. نعم. اسمع موسيقتك تسمع موسيقتي. ارسم رسمك ترسم رسمي. نعم. بعد شويه بيحصل انصهار بيحصل اندماج. نعم. بيحصل اثراء اكتساب. اثراء. نعم. انت بتكتسب من انا بكتسب منك. صحيح. بتبقى الاكتساب ده بيخلق صوره بتاعت سميها تعايش سلمي سميها اي حاجه سميها اي صوره جميله بالمناسبه صوره جميله جدا انا وانت بقينا بنحكي عنها بقينا اصدقاء. نعم. صوره جميله بعدين بعدها حنختلف بعد ما نبقى اصحاب ما حنختلف. نعم. خالص. منو جاب خطاب الكراهيه ده ولصالح منو يعني؟ والله يا اخي انا ما بحب الاتهامات لكن عاده لو لاحظت المناطق الاثنيه المغلقه بيكون الشغل فيها الشغل السياسي فيها اسهل لانهم ثقافات ضعيفه بتكون ما زي الثقافات المتنوعه والمندمجه. يعني ليه لاس الناس اللي بيكونوا ثقافتهم متنوعه وهم مندمجين مع ثقافات ثانيه بيكونوا اكثر قوه. نعم. بالتالي الساسه يعني لو عندهم مشاريع سياسيه دارين يعملوها اسهل يعملوها في المناطق المغلقه او المناطق السياسيه او الاثنيات اللي بتكون ما مندمجه مع اثنيات ثانيه. بتكون اسهل. نعم. لان ثقافاتها مفرداتها ووحداتها بتكون اضعف من المفردات ووحدات الثقافه بتاعت الثقافات المتنوعه. الخطاب ده قديم ولا جديد؟ خطاب الكراهيه ده خطاب الكراهيه ده قديم منذ الازل. يعني اساسا انت يعني الطمع الانساني في المجتمعات يعني المجتمعات دي كلها بتلقى في غريزه الامتلاك كراهيتنا لبعض لا غريزه الامتلاك يعني. انا عايز امتلك. نعم. و
شايف انا الامتلاك ده حق من حقوقي، بالتالي داير ادعم فكره الامتلاك، بقوم اعتمد كده يعني. اها، ودي غريزه جوا البشر في يعني، في البشر ما حد ينتهي خالص. لكن هي غريزه بتاعت امتلاك، زول داير يمتلك كل شيء واي حاجه. لكن يمكن ادارتها طبعا بالقانون على الاقل، مش ادارتها، هي ممكن تكون في برضو يعني الحب ده ما غريزه. نعم صحيح، نحن ننمي الغرائز الجميله في الانسان. نعم، والفنون بتلعب دور اساسي جدا في تنميه الغرائز، بتهذبها. في رايك استخدمنا الفنون بشكل يعني الشكل المطلوب من ستينات، من اربعينات، من ثلاثينات؟ نحن في السودان ما عندنا حقب بتاعت فنون يعني. نعم، لكن اساسا الفعل الفني التلقائي الحاصل ده ما 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 شويه وما سهل، لكن احنا قد يكون الـ 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 الاشكاليه في انه ما عندنا بحوث ودراسات متعمقه في الفنون بتاعتنا على كل المستويات، عند في الدراما، في الموسيقى، في التشكيل، في الطقوس، في يعني الانثروبولوجيا الثقافيه بشكل عام، في الرقص، في الحاجات دي. وبالتالي عدم الدراسات العميقه المتعمقه، وبعد ذاك تحصل شنو ويرش وتحصل تطوير. نعم، ويحصل تلاقح مع ثقافات ثانيه، تتحمل مهرجانات. يعني يحصل تجي مهرجانات من برا ومهرجانات وتمشي، ده بيعمل شنو؟ بيعمل عمليه بتاعت تطوير للثقافه ذاتها وتطوير للفنون دي. نعم، يعني انا بتذكر في سنه من السنوات كان في مهرجان اسمه مهرجان الموسيقى. نعم، بيتعامل كده مع المراكز الثقافيه في البلد هنا في السودان. ثمانينات الكلام ده؟ ثمانينات؟ ثمانينات ايوه. وبعدين قام في جات فرقه فرنسيه جات شالت جو عملوا المهرجان هنا، وعملوا ورش. نعم، مع الثقافات السودانيه. قاموا لقوا الكشكوش بتاع الزاندي ده. قام عجبهم، قاموا شالوا. نعم، في السنه اللي بعدها الفرقه دي جات بتعرف عملوا شنو؟ شالوا الكشكوش ده، طوروا وعملوا فيه غنى، وعملوا فيه نغمات. بقت الثقافة السودانية والنغمة السودانية دخلت في النغمة الفرنسية، وعملوا شغل خرافي. تخيل نحن كسودانيين نقوم نشيل التطوير ده، ونقوم نحن ذاتنا نشتغل عليه. نعم، ونبتدي نربطه مع الموسيقى الفرنسية دي، هل ده حيضيف لثقافتنا وحيضيف لمكوناتنا الثقافية ولا لا؟ بالضرورة. إذا اللعب بتاع الثقافة لعب استراتيجي. الفهم بتاع الثقافة فهم استراتيجي. نعم، الوعي بتاع الثقافة وعي استراتيجي. مفترض تتعامل بتخصصات، يعني الموضوع مربوط بالتخصص. للأسف نحن عندنا كليتين يتيمات يعني. والله ما, ما ما البلد دي مليانة مفكرين، ومليانة مبدعين، مغنيين، ومليانة مسرحيين ومخرجين. نعم، لكن ما في شيء بلمهم. هو أسي أنا ما كمل، قلت لك أنا الساسة والسياسيين، يعني لو في عقليه سياسيه قدرت تساهم تعمل جسر ما بين الوعي الثقافي ده، ما بين وعي وما هم عايزينه، لكان حصل الطفرات. ممتاز، انا حسمعك حاجه او عزمك. أوكي، والله عزمك ماده عزومه. ايوه ان شاء الله. شخصيه ولا احتمالي شخصيه ونحتمالها عامه للناس كلهم للمشاهدين. حنشوفه ونجي نواصل في حوارنا عن الفنون والثقافه والسلام. خليهم قاعدين، كل منا له دور فيه. هذا المسرح له أدوات متعددة باختلاف الدور الذي يلعبه الفرد. وحينما تتوحد الأحاسيس في لحظة ما وزمان ما ومكان ما، يكون المسرح قد اتخذ شكلا آخر من الفرح النبيل الذي يجسده تراثنا الشعبي بمحلية جيسان التي شكلت فرق الوازة أو الزمبارة لحظة إذن معنى جماليا تستجيب له الحواس وتتفاعل معه الدواخل بارتياح كهذا الذي نراه أمامنا. حياتنا السلام الاجتماعي فيها موجود بالفطرة، السعادة عصفور لا يهدأ جناحه تحليقا وتهويما وتطريبا لكل سامع على أنغام الوازة التي تمثل رابط إخاء ومحبة حينما يلتقي الناس في مناسباتهم الاجتماعية.
نحن عندنا الزنبارة، الزنبارة تتكون يعني من 11 أو من 12 أو من 13، يعني غالبية من 11. 11 فيها العود اللي بيضربوه في الرقبة وتضرب عليه بيضربوه بال اسمه شنو بال القرن، القرن ده أو قرن بتاع البقر أو بتاع الصيد التيتل أو النيلت، القرن بتاع النيلت بيضربوه وبيجيب الأنغام يعني موسيقية. حينما تأتي لحظة الانفعال الداخلي مع شعور نحسه وفق احتياجنا ورغباتنا مناجاة لحبيب غائب عنا أو أقلقنا ابتعاده منا أو اشتاقه كل نبض فينا، نتخطى حاجز السن والعمر، نجتر زمانا ربما يكون قد ولى بحساباتنا، ولكنه يظل يشكل حضورا ممراحا يكتمل على أنغام الوازاة في فضاء للحب فيه مسرا وبرقد وسواعد تنشد عناقا لأرض حبلى بذكريات لن تبرح الذاكرة رغم الكلمة التي قالها الزمن في تفاصيل هذا الجسد، جسد العم صافي جمعة فنانة الفرقة. مثلا قال لي حبيبه هنا بتسميه مثلا في حيوان كده بيقولوه بالرطانه مثلا، بعدين هي بتسميه حبيبه ده عشان ما يعني اللغز ما يعرفوه الناس. نحن نتلاقى وين؟ بعدين نتلاقى وين؟ نتلاقى في البلاد بتاعنا، عشان كده لازم يعني نحن نتلاقى والحبيبة ده عشان يجلسوا ولا يقعدوا سواء يعني مثلا يشتغلوا مثلا في البلاد ويجوا نازلين من البلاد. ده المعنى بتاع الأغنية ذاتها. أن تعبر عما يعتمل دواخلك هنا شيء متاح للجميع في كل تفاصيل الحياة التجريبية، ساعة للاستجمام والاسترواح. تختلف مسميات الآلات المستعملة في التعبير عن ذلك، ولكنها تلتقي في أنها تجمع الشملة وتوحد الكلمة والإيقاع الداخلي لمن جمعهم المكان وأتى بهم الزمان بمختلف دواعي القدوم. فهذه الجماعة التي تتعاطى الرقص على أنغام البالون جرو، قال محدثنا إنها كلمة تتكون من مقطعين باللهجة المحلية. بالو تعني الزمبارة ونجرو تعني النجارة، فجاءت التسمية مدمجة هؤلاء في هذه الساحة التي تضج رقصا وانفعالا وجدانيا بما تصدره من أنغام. تتنوع الإيقاعات في بلادي وتتشكل مختلفة من منطقة لأخرى، ولكن الحب يظل رابطا وثيق العرى واضح القسمات يمشي بينهم في إباء وشموخ ومحبة. الوازة، ما أدراك ما الوازة؟ النيل الأزرق، ما أدراك ما النيل الأزرق؟ دمازين، الرخيص، باو، أفد، أقلي،
الوجع راقد. ده ما بلد بيكون فيه حرب، ودي ما منطقه بيكون فيها موت مجاني بهذا الشكل، مع هذا الجمال الوضع. كان لازم نجيب سيره الدمار استاذ عادل في تعليق بسيط قبل ما ننتهي الحوار. انا يعني ما سعيد انه انا سعيد قدر سعاده قدر شنو، طبعا استخدمت الوازه قبل كده في اعمالي الفنيه، لكن سعيد وعالى للمشهد اللي انا شفته هسي. اول حاجه في سماحه، يا سلام، بتلقى واحد هو ما مثلا مانجا تناوي ما فوناوي بيرطن رطان الدو ده، بيعمل يعني بيشتغل الشغل ده. تخيل انه يعني بلد زي دي ممكن يكون فيها حرب لو ما في فتنه حقيقيه يعني عميقه. وعشان كده انا بشيل الحاجات برميها للسياسيين، لانه هسه الفعل الثقافي ده مليان محبه، مليان تسامح، مليان تعامل، ده يوريك اثر الفن ودوره في تغيير البنيه الاجتماعيه، في التئام التاكل الاجتماعي اللي بيحصل في المناطق، في تقويه الاثنيات المنقلقه الضعيفه بانها بيكون عندها فعل اكثر، لانه هسي الناس اللي انا شفتهم دين اثنيات مختلفه. نعم، ما اثنيه واحده، صحيح، اثنيات مختلفه وكلهم بيعملوا في فعل ثقافي واحد. بالضبط، معناها هذه المنطقه فيها يعني وغنيه، يعني منطقه غنيه، صحيح. وعموما استاذ عادل، الفنون تجمع الناس ولا تفرقهم، يعني اكيد. بالضبط، الفنون تجمع الناس، تجمع وش؟ تجمع الناس وتطور الناس وبتعمل تغيير في المنطقه نفسها. انا والله شاكر لك جدا لنا، والله انا سعيد ذاك الجلسه القصيره، وحنتلاقى طبعا اكيد، لانه انا شخصيا يعني في مهنتي دي انا حركز على موضوع الثقافه ده، ما حييت يعني. فاشكرك للمره الثانيه، يعني اشكرك وانا سعيد. شكرا جزيلا، كل السعاده، واتمنى انه يعني يكون عندنا اسهامات ان شاء الله يا رب اكبر فعليه يعني في المرحله الجايه ان شاء الله. والله مشاهدين في كل مكان، فاصل ونعود. أينما كنتم لكم التحية من جديد. موعد موجز الأخبار، زميلة منى، صباح الخير. صباح الخير يا محمد، وتحياتي لك عبر جديد الفقرات من صباح الشروق، وإن شاء الله دائما موفقين. لك التحية، لك المايك. لك التحية والتقدير، كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا. موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة الشروق، أهلا بكم. أحييكم مجددا. افتتح رؤساء الدول والحكومات المشاركون في قمة المناخ المنعقدة بالعاصمة الجيبوتية والتي يشارك فيها السودان بوفد يقوده عضو مجلس السيادة الطاهر حجو، افتتحوا مركز البحوث الإقليمي للبيئة والمناخ. ويعد مركز البحوث الإقليمي للبيئة والمناخ أحدث الأدوات العلمية الأساسية التي ستخدم دول منطقة شرق إفريقيا في مراقبة المناخ وآثاره على شعوب المنطقة. استقبل حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم أحمد العمدة بادي بمكتبه أمس السيدة توموكو كابوتا رئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية يوناميس للمنطقتين، وتناول اللقاء أهداف زيارة وفد البعثة الأهمية أو الأممية للإقليم في مقدمتها الوقوف على مجمل الأوضاع الإنسانية في ظل الأحداث الأخيرة. ومن جانبها جددت حكومة الإقليم التزامها بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين بالمدن السكنية ومناطق الإيواء الحالية. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ من أول نوفمبر للعام الجاري ويستمر حتى نهاية مارس من العام القادم،
لتكون بداية العمل في جميع أجهزة الدولة في تمام الساعة 7:30 صباحا، وذلك لساعات العمل المحددة لفئتي العاملين 8 أو 9 ساعات، ولحكومة الولايات الحق في تحديد ميقات بدء العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها. أكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم علي بابكر على أهمية تضافر الجهود بين وزارة الصحة والسلطات الاتحادية والولائية للحد من تهريب الأدوية عبر الحدود بعدد من الولايات، وأوضح لدى مخاطبته الاجتماع التشاوري الأول لفروع المجلس بالولايات، أوضح أن الاجتماع يناقش قضايا الرقابة على الأدوية البشرية والبيطرية وتعزيز قدرة الأجهزة الرقابية بالولايات بالتنسيق مع كافة السلطات من أجل صحة المواطن، مشيرا إلى أن التحدي الذي تواجهه فروع المجلس بالولايات يأتي في مقدمتها الحدود المفتوحة والمساحة الشاسعة مقارنة مع الإمكانات المتوفرة لدى الأجهزة الرقابية. وقف والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته على واقع الخدمات بغرب الشريط الشرقي لمحلية شرق النيل، كما أصدر توجيهات مهمة لصالح قضايا التعليم والصحة والمياه والتخطيط والزراعة والثقافة. ووجه الوالي بمراجعة كافة التعاقدات للمشاريع التنموية بقرى محلية شرق النيل المتوقفة حاليا عن التنفيذ لأسباب مختلفة، وتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقودات بعد عجز الجهات المنفذة عن إكمالها. وفي آخر الأخبار، التقى والي الولاية النيل الأبيض المكلف عمر الخريفة عبد الله أمس ببيت الضيافة بربك بوفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد التابعة لجامعة الدول العربية. واستمع الوالي خلال اللقاء لشرح مفصل عن نشاط المنظمة في السودان وتدخلاتها عبر مشروع إعداد خارطة استخدامات الأراضي بالولايات ومن بينها ولاية النيل الأبيض. وأشار الوالي بدور المركز في عقد شراكات ذكية تسهم في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، معلنا جاهزيتهم لتقديم الدعم والمساندة المطلوبة التي تذلل العقبات أمام جهود المركز على مستوى الولاية. بهذا الخبر مشاهدينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية الموجز، التقيكم بإذن الله في موجز الواحدة ظهرا. تحية ومحبة وتقدير لفريق العمل وصباح الشروق مجددا. محمد أهلا بك. شكرا جزيلا هنا. شكرا جزيلا، يديك العافية يا رب، وشكرا لكل المتابعين في كل مكان على حسن المشاهدة. قنيص روسيرس زي ما أسلفت قبيل وأنا بحاول أتذكر، أفد، أقدي، باو، حي الزهور، حي الربيع، الثورة، الخزان. أنا كنت محظوظ إنه أعيش في الدمازين لفترة وتدربت فيها، اشتغلت فيها. إذا الدمازين لا تستحق هذا الدم، هذا الكم الهائل من المآسي. فيديوهات وصور يعني شيء يدمي له القلب والله. أتمنى أن عم التعايش، عم السلام، هذه المنطقة المسالمة الوادعة، منطقة النيل الأزرق بشكل عام، من سنار وانت ماشي إلى حدود أثيوبيا، نتمنى عقلاء المنطقة يوقفوا هذا النزيف. الدمازين لا تستحق، إنسان الدمازين لا يستحق هذا الدم. كفانا وجاع، كفانا على الدولة أن تتدخل بشكل أو بآخر لوقف هذا النزيف، لأنه ممكن ينتقل بعدوة من مكان لمكان آخر. نتمنى ده ما يحصل يا رب العالمين. ختام هذه الحلقة حتكون هي بلدنا حلوة وما حنطلع من الدمازين، حتكون عن الدمازين. أنا سعيد بالمشوار معكم، وشكرا لكل من تابعنا لحسن المتابعة والمشاهدة. إن شاء الله نكون وفقنا في نوصل جزء من الرسائل تفيد السلام وتعايش في هذا البلد الحبيب. تقبلوا تحية كل الفريق العامل، لكم تحياتي، خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل. السلام عليكم.
مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، مدينة تجاوز عمرها 50 عاما ببضع سنين. بدأت تتشكل ملامحها مع بداية العمل في تشييد خزان الروسيرس، فمنه رضعت عنفوان الشباب وبدأت تتجمل بمبانيها ومغريات الاستقرار فيها، فأتاها الناس من شتى مناطق السودان، أتوا ليشكلوا اللوحة الاجتماعية والثقافية بتعدد قبائلها واختلاف سحنات ساكنها. فالدمازين اسم له مدلول ذو ارتباط عميق الجذور بثقافة المنطقة. السبب بتاع تسمية الدمازين أصله جات من سبب ناس جو الصيد في قنيزة ذاته، قنيزة سموه قنيز أنه كان الناس بيصيدوا فيها، ولما فاتوا صادوا قبضوا من الحاجات اللي قبضوه من الحيوانات، قبضوا الفار، لقطوا الفار ده جابوه، ولما جو واحد شال الفار ده ودار يسلمه للتاني، قال له بالرطانة، قال له دمى ده معناته أمسك، دمى ده قال له دمى أمازين، دمى أمازين أمسك الفار، دمى أمازين ده نامن يعني الناس اللي جو زي الخواجات وسمعوا الكلام ده سموا الدمازين بدمى أمازين، اسم ده صار دمى أمازين، دمى أمازين لما بقت الحي الدمازين. تشربت موسيقى النيل الأزرق، تشربت قيمها من النيل الأزرق، فجاءت خلاصية المذاق، زنجية المعنى والمضمون بطبولها وإيقاعاتها الراقصة. شهدت الدمازين تطورا ملحوظا وتمددت شمالا بشكل لافت للناظر إليها في الآونة الأخيرة، وتبع لذلك ازدادت أعداد ساكنها زيادة جعلت المقاييس تقول عنها إنها وطن أمه السودانيون جميعا، فتفرقت بهم السبل في أحشائها لتأتي مسميات أحيائها السكنية القديمة تأتي مرتبطة بالحيز الجغرافي الضيق الذي كان يكون المدينة. أول حي في مدينة الدمازين قنيز غرب منذ عام 1919 بدأ هذا الحي في نشأتها، حتى جاء شركة أمبرجيلو الذي جاءت لتأسيس خزان الروسيرس، وتوالت أنذاك أحياء عدة مثل حي النهضة وحي الزهور وحي الربيع. كان أنذاك حي الربيع مسمى كامبو هميدة، وحي الزهور كان اسمه حي صونيو، وحي النهضة اسمه حي العشرة. هذا التنوع والتوسع السكني صاحبه نمو عمراني خدمي، فالدمازين والولاية عموما أهلها موعودون مع التاريخ باكتمال مشروع تعلية خزان الروسيرس كأكبر مشروع مائي على النيل الأزرق، ليرتفع منسوبه من 480 إلى 490 مترا، ليضيف بعدا اجتماعيا واقتصاديا آخر للولاية. عزيزي متابع كاميرا الشروق،
يقولون إن كل الأشياء تبدو صغيرة ثم تكبر، فالشجرة أصلها بذرة صغيرة، والجبل الضخم تكون من ذرات رمال وحصى. فهكذا كان حل مدينة الدمازين حاضرة النيل الأزرق، قرية صغيرة نشأت في حضن أكبر مشروع مائي في السودان، إنه خزان الرصيرس، نشأت على حوافه منذ بواكير الستينات.